يرقصوها والاسهم فرقشوها والاسهم فرقشوها. هاد المحطات الاحتجاجيه تجي بعد الاستنفاد يعني جميع الطرق من اجل الوصول الى تفاوض وتعاقد حقيقي يفضي الى تحقيق بعض المطالب المتبقيه في الملف ديالنا المطلبي وعلى راسها الزياده العامه. هذه الزياده العامه اللي بالنسبه لنا تنص عليها الماده 20 من النظام الاساسي ديال البنوك الشعبيه. حنا كما تنقولوا نقابه شريك اجتماعي فاتحين المجال للحوار ثم الحوار ثم الحوار. هذا ميساج للرئاسه المديريه العامه باش تحاول يعني تصل بينا في اقرب الاوقات باش نلقاو حل لهذه الوضعيه. وضعيه اللي ما تخدمش لا المؤسسه لا الشغيله. هنا وفاء لمطالب الشغيله ونظرا لبعض الوضعيات الشائكه في اطار يعني ما هو اجتماعي في اطار ما هو شكايات فرديه وجماعيه وصلنا لهذا الاطار هذا. ونتمنى ثانيا ان المديريه العامه تلتقط هذا الميساج ونحاولوا نخرجوا يعني منتصرين جميعا وتنتشر الشراكه يعني بما فيه خدمه المؤسسه وخدمه الشغيله. اليوم عندنا موعد مع وقفه احتجاجيه يعني امام المقر الاجتماعي ديال البنك الشعبي للدار البيضاء، وهذا الشيء كيجي في اطار يعني وقفات احتجاجيه على المستوى الوطني في نفس التوقيت وفي نفس اليوم، واللي هي نفسها كتجي في اطار يعني برنامج نضالي اللي صدرته النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أولا احتجاجا على الأوضاع اللي كتعيش الشغيلة داخل البنك الشعبي، وفي نفس الوقت من أجل يعني استنكارا كذلك وتنديدا يعني بالتعنت اللي كاين وبالتماطل يعني ديال الإدارة تجاه المطالب العالقة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي، لأنه كاين ملف مطلبي كانت جولة أولى ديال المفاوضات اللي تحقق فيها واحد العدد ديال المكتسبات بسيطة على كل حال. الجولة الثانية اللي جات من بعد الانتخابات المهنية استمرت إلى حدود يعني هذه واحد جوج الأسابيع أو ثلاثة، للأسف تبين بأنه كاين واحد يعني تلكؤ وكاين تماطل يعني في الاستجابة لواحد العدد ديال المطالب اللي هي بالنسبة لنا مطالب عادلة ومشروعة وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور. إذا هذا البرنامج النضالي كيجي في هذا الإطار يعني ديال الاحتجاج ومن أجل الضغط على الإدارة من أجل الاستجابة يعني لهذه المطالب العالقة وفي مقدمتها الزيادة العامة للأجور. هذه الوقفة الاحتجاجية كتنظمها النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهذه الوقفة جات نتيجة الاحتجاجات ديالنا وديال الشغيلة نتيجة المشاكل العالقة اللي بقات من في الملف المطلبي أو المشاكل الداخلية التي تعاني منها شغيلة البنك الشعبي وعلى رأسها مشاكل تسوية الوضعية الداخلية على الترقيات على وعلى رأس هذه المشاكل كذلك الزيادة العامة. حنا كنطالبوا باستجابة الإدارة للملف المطلبي ديالنا وتسوية المشاكل الداخلية وتحسين تدبير الموارد البشرية.